ما زلنا مشاهدينا مستمرين معاكم بفقرات ليالي الكويت مثل ما وعدناكم. معانا اليوم سيدة الأعمال وأيضا المصممة العالمية منتهى العجيل. مساك الله بالخير ونورتينا في ليالي الكويت. يا هلا فيكم. يعطيك العافية. حياك الله أختي منتهى، سعداء بوجودك. وصراحة عارضات الأزياء منورين اليوم هالأزياء الجميلة والمميزة، فحتى انت اليوم لابسه نفس الستايل. الله يسلمك. بعت فيها قبل شوي غاده. يعطيك العافيه. وحابين نتعرف على عرض الازياء الخاص اللي سويتيه بالامم المتحده، شنو كانت الفكره وشلون صارت يعني صادفت معك؟ وكان حق زوجات رؤساء الدول نيويورك. اي نعم. في البداية بعد ما افتتحت مؤسسة منتهى كوتور بالأفينيوز بماركة كويتية بجانب الماركات العالمية، حبيت أرسم لي خطة معينة بالانطلاق بمشاركة في عروض أزياء عالمية. وكان لي والمشاركة في عرض أزياء بنيويورك، وبعدها تمت دعوتي من قبل زوجة مندوب الكويت الدائم للأمم المتحدة سعادة السفير منصور العتيبي للقيام بعرض أزياء خاص بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لانضمام الكويت للأمم المتحدة. ومنها تمت دعوتي من قبل مسؤولة بالأمم المتحدة كانت موجودة من ضمن الحضور، ودعتني لعرض أزياء خاص لزوجات رؤساء بعض دول العالم. يعني أنت كنتي أساساً مشاركة بالفاشن ويك؟ اي نعم. اي حلو. زين هذا شلون وصلتي له؟ هذا مثل ما قلت لك هي مسؤوله في الامم المتحده. لا كانت لا مو عرض ازياء الامم المتحده. نعم. انك تروحين كضيفه يعني مشاهده، ولا كنتي تعرضين ازياء؟ عرضت اول شيء في اسبوع عرض ازياء نيويورك السنوي. لا عرضت في اسبوع الموضه في نيويورك. حلو. وبعدها بعدين يلا طلب من الاخ منصور عدل. إيه؟ يعني معناتها انت وصلتي للعالميه من خلال مشاركاتك هذه. نعم. في عروض الازياء. نعم. بعد ما سويتي الماركه يعني. إيه؟ خلاص طلعتي تريد مارك الحين اسمه منتهى. إيه؟ صح. إيه؟ نعم. استاذ منتهى طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن قاعد نشوف يمكن جوائز عديده قدامنا هذه اللي انت حصلتي عليها. إيه؟ نبي تكلمينا عنهم واحده واحده. بالنسبة للجائزة الأولى هي جائزة سيدات الأعمال الأعلى بالشرق الأوسط والمقامة في دبي، اسمها حصلت عليها هذه عفوا جائزة الجي آر 8 وهي جائزة سيدات الأعمال. هذه أول واحدة. جائزة سيدات الأعمال الأعلى بالشرق الأوسط. وبعدها تم تكريمي واختياري لجائزة الميدل إيست بزنس ليدر أورد في دبي أيضا. هذه بالنسبة لقيادات الأعمال. وبعدها تم اختياري للجائزة العالمية لقيادات الأعمال والمقامة في جزيرة بالي بحضور صاحب السمو الملكي الماليزي سليمان شاه، وبتنظيم من اتحاد تنمية القيادات الأمريكية، وبالتنظيم من المجموعة العالمية الإماراتية للأعمال. وش اللي استفدتي من هذه المشاركات العالمية على أرض الواقع؟ يعني هي أكيد تشريف كبير للمرأة الكويتية خصوصا لسيدات الأعمال، ومثل هذه الجوائز تنحط بالسي في شيء فخر صراحة، لكن على أرض الواقع شو اللي تفيدك في أختي منتهى؟ طبعا هي توجت مسيرة أكثر من 14 سنة في مجال صناعة الموضة، ووضعتني هذه الجوائز على طريق العالمية. وتلقيت بعدها على عدة عروض وهي قيد الدراسة الآن. طبعا أعتبر حصولي على هذه الجوائز تكريم للمرأة الكويتية واللي أنا أمثلها في المحافل الدولية. طبعا الحين أسعى لتعزيز انتشار ماركة منتهى كوتور في الأسواق العالمية، وقريبا إن شاء الله راح تسمعون خبر حلو. زين هم ليش اختاروك؟ يعني مو حسد، ليش اختاروك طبعا تمثلين المحلات العالمية اللي اسمها هارفي نيكلز؟ طبعا هارفي نيكلز شركة مرموقة عالميا ومقرها الأساسي في لندن. وبما أني
مصممة كويتية وشاركت في عدة عروض أزياء وأيضا لمشاركة في عرض أزياء بلندن وبحضور السفير الكويتي خالد الدويسان وعلى هامش ملتقى المرأة العربية والاقتصاد العالمي واللي حضرته هناك في غرفة التجارة العربية البريطانية. ولذلك تم اختياري من قبل هارفي نيكلز، وبما اني انا ماركتي موجوده ايضا في الأرض. في مصممات كويتيات كانوا معك؟ نعم الان في. لا في هذاك الوقت يوم اختاروك في لندن؟ لا ما كان في. إيه يعني خذيت فرصتك على قولتك. لا عفوا انا هارفي نيكلز في الكويت حاليا. الكويت. إيه. اوكي وتم اختيارك على هذا الاساس. إيه. ممتاز. تشرحين لنا الجو العام حق أزيائك السنة هذه والترند الجديد اللي أنت مسويته؟ أشوف البنطلون مع الفستان تزاوج جميل جدا مسويته. طبعا أنا أزيائي لها بصمة خاصة وأحب الطابع الملكي وأعتبر القماش هو الحجر الأساس للتصميم، والحمد لله قدرت أني أكسب شريحة كبيرة من الزبائن في الكويت وبدول الخليج، وأنا الآن منضمة لأحد المتاجر الكبيرة في الدوحة اللي هو الصالون الأزرق، وأيضا لي فرع في دبي وإن شاء الله قريبا في لندن بإذن الله. منتهى قبل هوا يمكن أنا سألتك قلت لك وأنا دائما أسأل مصممين الأزياء ليش ما تصممين حق الشباب؟ لا. يعني حلو أن يكون الشخص ماسك العصاية من النص للكل تشتغلين، بالعكس هي حلو ولا ايش رايك؟ لا بالنسبة للأزياء النسائية فيها تفاصيل أكثر. أوكي فيها مجال للإبداع. شنو مشكلة أزياء الشباب؟ ألوانكم محدودة. شلون؟ اشرحيني خلينا نعرف. ما نقدر نصمم لكم بألوان جريئة مثلا. الألوان طبعا الرمادي والكحلي، وبعدين موديلات رجالية نفس ما هي يعني ما فيها أفكار. ما حد وقت صمم لنا شيء سالبة والله العظيم. أختي منتهى رمضان على الأبواب خلاص ما بقى شيء، كلها أيام قليلة وكل عام وحضراتكم بخير والمشاهدين إن شاء الله بخير. شنو مجهزة الأزياء الرمضانية؟ احنا كل زوارة فيها عرض أزياء خاص. طبعا هو الاستعدادات لشهر رمضان طبعا تختلف، وتسعى المرأة الكويتية وتهتم لأن تصمم أو ترتدي اللباس التراثي في شهر رمضان واللي ينعكس طبعا بألوان جميلة وزاهية تعكس البهجة والفرح في هذا الشهر الفضيل. ولله الحمد يمكن تقدرين تقولين بالكويت حاليا قبل شهر رمضان قدرنا احنا المصممات ننعش الاقتصاد الكويتي من خلال كثرة عدد الزوار الخليجيين اللي احرصوا انهم يحضرون الكويت عشان يحضرون المعارض ويجهزون لي. شنو هي الوان رمضان؟ يعني انا ودي اعرف انا معلومه شنو الوان رمضان، يعني شنو الالوان اللي تلبسونها؟ الالوان الزاهية الحلوه خلينا نعرف. قولي جميع الالوان اللي ما نقدر نلبسها او ما نحب نلبسها طول السنه نلبسها في شهر رمضان. وهذا يعكس فعلا يعني يعكس في رخصه لهذه الزغلله النظريه شويه. هذا طبعا اللباس يعكس سعادتنا وبهجتنا في هذا الشهر الفضيل. حلو طبعا في عرض الحين نشوفها هذا اللون الاحمر. تفضلي اذا تتفضل العارضه. هذا شنو مسويته؟ كيب. اي نعم كيب. طبعا هو غني بالتطريز ويعكس الاصاله والتراث، يعتبر مثل الرداء الملكي انا اعتبره. هذا حق رمضان يعني؟ اي نعم حق رمضان. احنا شباب لازم نسال كل شيء عشان نعرف الشكل. زين منتدى الاعمال الخليجي
الأوروبي اللي صار أسبوع اللي فات. إيه نعم. شنو استفدت منه؟ أنت كنت موجودة. إيه. كلمينا عنه شوي. تم دعوتي لمنتدى الأوروبي الخليجي والمقام في العاصمة البلجيكية بروكسل. ومن خلال هذا المنتدى أطلعوا في توصيات عديدة منها أهمية التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة ما بين أوروبا ودول الخليج العربي وتسهيل التبادل التجاري فيما بينهم وتسهيل الإجراءات المعقدة خصوصا بالنسبة لنا احنا كتجار للتأشيرات الدخول لأوروبا وأيضا بالنسبة للضرائب وأيضا اطلعوا في توصية بالنسبة للالتزام بمنتجات الحلال بالنسبة للمواد الاستهلاكية والغذائية وبالنسبة لمستحضرات التجميل لما فيها أكيد منفعة صحية بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين أيضا. جميل جدا. أختي منتهى خلينا نتكلم عن خططك المستقبلية. يعني ما شاء الله أنت وصلتي حق مرحلة صعب جدا أنك الحين تتهاونين فيها أو أنك تقللين خطواتك أو تتباطئين. فشنو الخطة المستقبلية حقك؟ طبعا عندي عديد من الخطط بس ما أحب خطة خمسية أكيد هي الحرص على المشاركة في أسبوع الموضة في باريس وفي لندن إن شاء الله وأستكمل أيضا المشاريع عندي خيرية إن شاء الله تكملة لمسيرة والدي الخيرية بس أحب أذكر نقطة مهمة عندي أحب أذكر أن وراء كل رجل يقولون أن وراء كل رجل عظيم امرأة بالنسبة لي أقول وراء كل امرأة ناجحة رجل. الله 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 الله, الله. أعجبتك وايد. في واحدة صفت ويانا. أنا بالنسبة لي هناك رجلين هم اللي ساهموا في انطلاقي وفي نجاحي وفي دعمي وفي تشجيعي. وجههم تحية من الحين قبل تقول اسمهم. والدي رحمه الله المحسن محمد العجيل صاحب الأيادي البيضاء في الأعمال الخيرية في العالم الإسلامي وأيضا زوجي الدكتور مرزوق البدر أوجه له تحية استاهل. استشاري جراحة الأوعية الدموية واللي بصراحة ما أستغنى عن دعمه وتشجيع لي للانطلاق في عالم الموضة. مشكورة وايد أختي منتهى ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله ولقاءات قادمة بيننا وبينك تكونين بعد حاصلة على جوائز أكثر إن شاء الله. أنا بدي أسألها سؤال أخير قبل ما نختم. تفضل. ليش ذوق المرأة الكويتية صعب جدا جدا؟ يعني هذا يميل محاضرة هذا يميل محاضرة زين غير عن المرأة الخليجية ليش؟ المرأة الكويتية لها بصمة خاصة لها طابع معين جاري الموضة خلينا أقول يمكن تصنع هي الموضة بنفسها بلمساتها الناس تقدر تميز الكويتية في الدول الأخرى وهذا قاعد يصير معانا احنا الشباب وبشهادة نشوف الجميع نعم صح نعم. شكرا لك وحياك الله ونشوفك على خير ان شاء الله. شكرا لكم حياك الله مشاهدينا فاصل نرجع لكم من بعد خلكم ويانا مع ليالي الكويت.